وإنما الكائنات بما فيها تحت نظر الحق بحسب ما ينظر إليها تكون شؤونها وحالاتها. وبذلك صح ما جاء في القرآن الكريم: كل يوم هو في شأن. فشؤون جميع الكائنات تجليات مكونها سبحانه وتعالى. وهذه التجليات المتعددات المتنوعات الآتية على مختلف المراتب والمستويات يحصل بها التفارق والتمييز. فإذا سمعت والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وسمعت قوله تسقى بماء واحد ونفضل، فليس الماء هو المؤثر ولا التربة هي المؤثرة، تسقى بماء واحد في بقعة واحدة زرع واحد من يأثر تجليه هو المؤثر، تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، كما يحصل تماما في حلقات مجالس الخير وأماكن التنزل لرحمات الله ونفحاته، فتجد القلوب فيها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض. ليس كل ما يأخذه الواحد كما يأخذه الثاني، وإن كانت سقيا واحدة من رب واحد على يد شيخ أو مرب أو مسلك بحكم وراثة نبوية فيما يتعلق بالاستفادات الإيمانية وما يخص شؤون الدين على وجه الخصوص. فقد يأتي ماء واحد ولكن يفضل بعضه على بعض بالأكل، هذا تفضل ذلك التجلي الذي له مقابلة في المقابلة، له مقابلة في مقابلة واستقبال هذا الإنسان، إقبال هذا الإنسان واستقباله له مشاكلة للتجلي. فبين المتجلى عليه المتجلى به على الإنسان وبين حال الإنسان في الإقبال والاستقبال مشابهة وموائمة ومشاكلة ومناسبة. غالبا وهي تحصل أحيانا بوضوح وجلاء للعقليات وأحيانا بخفاء في شكل هذه المناسبة. فإذا جئت إلى عند قصد موسى جدوة من نادي عاد بالإنباء والإرسال، فإن موسى كان ذاهبا في تلك الساعة لأجل أن ينفع وفي خدمة قائمة على خلوص التواضع، وفي هذه الخدمة يريد أن يؤدي حقا وينفع البشر ليصطلي أهله من شدة البرد. المناسبة أن يستقبل الرسالة النافعة حاصلة، إلا أنه بالنسبة لعظيم ما أريد يخفى وجه المناسبة بينه وبين ذلك التوجه. كقصد موسى جذوة من ناري إذ عاد بالإنباء والإرسال. وهكذا